هنا بالنسبة للأطفال هي بيتهم على فكرة. بيتهم، هو قاعد في بيته هنا. عندك في أماكن النوم موجودة، دورات المية، أماكن النشاط، هو هنا قاعد في بيته. بيروح مدرسته ويرجع. اللي بيشتغل بيروح شغله ويرجع، ده بيته. بيبقى في أخصائي اجتماعي مسؤول عنه، بيوجهه، بيعمل معاه برامج وأنشطة بينفذها معاه من أجل تعديل سلوكه. في سلوكيات مش مظبوطة معاه بنشيلها وبنحط بدلها السليم والصح من خلال برضو البرامج والأنشطة اللي بتتنفذ معاه. ففي ولاد اللي هم قعدوا فترة كبيرة في الشارع ما بيستجيبوش لده. وهنا المكان مفتوح، حضرتك المكان ده يعني معلوش حراسة، مفتوح زي ما بقول لحضرتك، ده بيتهم، زي بيت زي البيت عندنا بالظبط. أنا مش حاطط حارس على الباب عشان ولادي، هم هنا هم ولادي وده بيتهم. الناس حوالينا، محل بتاع زينة، طيور زينة وكده برضو جنبينا، فجيراننا عارفيننا وعارفين الولاد ويساعدوا الولاد وبيساعدونا وبيقفوا معانا. دي نوعية. النوعية التانية في حالات تفكك أسري، الأسرة نفسها اللي بتيجي تسلم الطفل، الأب أو الأم. العلاقة بالنسبة لنا مع الطفل بتبدأ مش بتنتهي، يعني طالما طفل اتعاملنا معاه العلاقة بتفضل سريعة حتى بعد ما بيمشي من المؤسسة بنتابعه. على سبيل المثال في حالة عندنا واخد دبلوم السنة اللي فاتت، دلوقتي اشتغل شغال وساكن في شقة وبنتابعه يعني من وقت للتاني. 18 سنة وجود تواجد الطفل في المؤسسة. إنما طبعا الطفل طالما أو الولد طالما هو في تعليم وهو ملوش أسرة، يعني برضو لاحظ إن هو ملوش أسرة أو وضع الأسري غير مستقر. طب لما يجي سن 18 سنة وهو لسه بيتعلم وعايز يكمل، هترده؟ أقول له امشي بره؟ لا، طب أكمل معاه، ما بلتزمش بقى بحتة 18 سنة. اتخرج من عندنا واشتغل وعاش واستقل بحياته وعاش حياة طبيعية زي أي حد، ممكن يجي في وقت إن هو هيخطب وهيتجوز بنبقى معاه برضه، بيجي يعزمنا ونروح ونقعد معاه. وفي منهم بعضهم ببقى أنا مثلا الوكيل بتاعه حتى كمان في كتب الكتاب، وده حصلت كتير. عايز اجي في وقت من الاوقات ماليش ولاد فيها بحيث يبقى كل الولاد بقى يعني اللي مستقل بحياته، عايزين ننهي المشكله دي.